سلام سلام، يا هلا وسهلا فيكم بفيديو جديد وموضوع جديد على قناتي وقناتكم. بهذا الفيديو راح نتكلم عن تجاهل المرأة للرجل، وراح نتكلم بالضبط عن طرق التعامل مع تجاهل المرأة المتكبرة والمغرورة. تابعوا الفيديو للأخير، ما تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل جديد. وهلا يلا خلينا نبدأ. تجاهل المرأة للرجل من أكثر الأشياء يلي بتشغل بال الكثير من الرجال، وبيصير عندهم دافع إنهم يعرفوا إيش هي الأسباب يلي بتخلي المرأة تتجاهل الرجل، وبيهتم إنه يعرف كيف يتصرف مع هذا التجاهل. فأنت بالمكان الصحيح، خلي لي لايك وكومنت دعما للقناة وكمل الفيديو للأخير. أول شيء لازم تعرف إنه أسباب تجاهل المرأة للرجل بتختلف على حسب نوع العلاقة، هل هي خطوبة أو تعارف أو زواج. لكن رح نتكلم بشكل عام، فسواء كان هذا التجاهل في بداية التعارف، يعني بتكون هاي المرأة ما بتعرف عنك أي شيء ولا بتعرف كيف هي طبيعة شخصيتك، فيمكن تتجاهلك لأنها ما بتكون مهتمة لإنشاء علاقة معك. أو لما بيكون التجاهل ما بين الرجل والمرأة في فترة الزواج وبعد سنوات من العشرة، فيمكن أن المرأة تتجاهل زوجها بسبب الملل أو روتين الحياة. وفي نوع من النساء بيتعمدوا أنهم يتجاهلوا الرجل فقط من أجل التجاهل لإرضاء غرورهم وكبريائهم، أو حتى تخلي الرجل دائما يركض وراها ويلبي لها طلباتها حتى ما تتجاهلوا أو تتركوه. فإذا لقيت نفسك في هذا الموقف فكيف تتصرف؟ إذا لاحظت إنه المرأة بتتجاهلك من غير سبب وفقط لإرضاء غرورها، احذر إنك تسألها عن السبب. صحيح إنه التواصل بيساعد بشكل فعال في حل المشاكل وبناء علاقات صحية ومستدامة، لكن في مثل هاي الحالة لما بيكون التجاهل متعمد، لا تسأل عن سبب التجاهل وتعامل بذكاء مع الموضوع. هلأ طبيعي لما بتتجاهلك المرأة تجيك صدمة من الموقف، شعور بالغضب، لكن ما تخلي مشاعرك تسيطر عليك وتحط نفسك في موقف ضعيف وتسأل عن السبب، أو إنك تترجاها ما تتركك، أو إنك تطلع غضبك وتنعتها بصفات قبيحة أو كلام جارح. فكل هاي الأمور ما رح تجيب نتيجة غير إنك ذليت نفسك، لأنه ببساطة في العلاقات العاطفية لما بيتجاهل طرف الآخر بسبب الغرور والتكبر، فهذا بيعني إنه هذا الطرف بيحس إنه أفضل أحسن ومستواه أعلى من الطرف الثاني. والعلاقة بين الرجل والمرأة عشان تكون ناجحة لازم أنها تكون علاقة متوازنة وما يكون أحد أعلى من الثاني. فأنت لما بتتصرف هذا التصرف بتبرهن على ذكائك العاطفي، وبتعرف كيف تتحكم في مشاعرك، وتصرفت بطريقة مدمرة لتجاهل المرأة المغرورة. وصدقني بهذا الأسلوب راح تقلب الطاولة عليها، وراح تخليها تسأل عن عدم اهتمامك للموضوع، وراح تخليها هي اللي تكسر هذا التجاهل وترجع تكلمك أو تتصل فيك. هنا بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى دعمكم للقناة بلايك وكومنت وشير للمقطع مع أصحابكم. بلقاكم بفيديو قادم، وسلام سلام.